التعليم الفني عامة، سواء اصلاح صيانة المعدات الكهربية او الهندسة الزراعية او الفيزياء والكيمياء الزراعية. احنا المفروض ان احنا نجحنا اصلا في المسابقة دي مع يعني اللي هو المسابقة الاساسية مع التعليم العام. بعد ما نجحنا طلع مشكلة ان التخصص كان نازل باسمين، تخصص كهرباء واصلاح صيانة كان نازل بكشف. دي حاجة ملناش ذنب فيها، ان انا كنت نجحت اصلا، ماليش ذنب ان هو ينزله بكشف او كشفين، دي حاجة مش بتاعتي. جه بعدها لقينا النتيجة النهائية نزلت، قلت ان احنا نروح نسلم الورق، قال لك استنى شهر التظلمات وبعد التظلمات ممكن تقدم الورق بتاعك. بعد التظلمات طلعت النتيجة النهائية، اتفاجئنا ان احنا التخصص بتاعنا اصلا كله اتحرق، يعني التخصص كله سواء التعليم الفني اصلاح وصيانة المعدات الكهربائية او شعب الكهرباء اللي هو الكشفين اتحجبوا، ونتيجة الهندسة الزراعية والكيمياء والفيزياء الزراعية اتحجبوا. واحنا نسال ايه اللي حصل، قال لك كان في مشكله والموضوع دلوقتي مع وزاره التعليم الفني. كان وقتها كان وزاره التعليم الفني كان الدكتور محمد يوسف كان موجود، هو اللي كان ماسك الوزاره. واحنا نسال هناك، قال لك المشكله ان التخصص عندكم في مشكله نازل بكشفين، فاحنا لسه بندرس هنعمل ايه. فضلنا قاعدين بتاع شهر ونص لغايه خلص، طلع بعدها القرار الوزاره بتاع التعليم العام والناس اشتغلت واستلموا الشغل مع بدايه الترم الجديد، واحنا لغايه دلوقتي ما نعرفش حتى ظروفنا ايه. بعدها جينا يوم 28، الكلام ده كان يوم 28/9 على يوم 23/9 مش فاكر بالظبط، قال لك ان انتوا عندكم اعاده امتحان. يعني وصل الموضوع ان احنا هنعيد الامتحان مره ثانيه بعد ما نجحنا، من حاجه من الذنب فيها قلنا ما فيش مشكله هنروح نعيد الامتحان. واحنا عدنا الامتحان فعلا في الاكاديميه التعليميه اللي هي موجوده في اكتوبر، عدنا الامتحان وبعدها طلعت النتيجه النهائيه ثاني بعد عذاب برضه. قعدنا منتظرين فتره كبيره واكتر من مره نيجي الوزاره عشان نسال، يعني احنا مهمشين اصلا ما حدش يعرف عننا حاجه. ودايما التعليم الفني كده في مصر مفيش فيه ان حد يكون فيه اهتمام او الكلام ده، دايما بنحس ان احنا مظلومين من اول ما كنا في المدارس بتاعتنا وحتى في الكليه. وبعدها لما طلعت النتيجه قبل حتى ما نطلع النتيجه كنا متعاملين